بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. المعنى الحقيقي والعقلاني لكلمة واضربوهن الواردة في الآية الكريمة: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لقد تم مهاجمة الإسلام من قبل أعداء الإسلام والملحدين، وصوروا للناس أن الإسلام يأمر أتباعه بضرب نسائهم، وذلك بسبب أن كثير من العلماء المفسرين للقرآن الكريم لكلمة واضربوهن كانوا يفسرون معنى كلمة واضربوهن بمعنى الضرب، أي أن الرجل يجوز له أن يضرب زوجته إذا لم ينفع معها الوعظ ثم الهجر، فيجوز له أن يضربها ضرب غير مبرح. ولكن المعنى الحقيقي لكلمة واضربوهن مختلف اختلافا كليا عن معنى الضرب. وإليكم المعنى الحقيقي والمنطقي لكلمة واضربوهن في الآية الكريمة. وإليكم المعنى الحقيقي والمنطقي لكلمة واضربوهن. ما هو المقصود بكلمة واضربوهن في القرآن؟ سوف تندهش من الإجابة. لا يمكن أن يتصور أن الله يأمر بضرب شريكة الحياة بمعنى الجلد، وكنت على يقين أن ضرب النساء المذكور في القرآن لا يمكن أن يعني الضرب بمعنى المفهوم العامي أي الجلد، لأن دينا بهذه الرفعة والرقي والعظمة الدين الإسلامي والذي لا يسمح بإيذاء قطة لا يمكن أن يسمح بضرب وإيذاء وإهانة الأم أو الأخت والزوجة والابنة. إذن فالمعنى هو، تقول الآية الكريمة: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. سورة النساء الآية 34. ومن خلال المعرفة البسيطة في اللغة العربية وتطورها وتفسيرها، فإن العقوبة للمرأة الناشز أي المخالفة نراه في هذه الآية عقوبة تواترية تصاعدية. في البداية تكون بالوعظ والكلام الحسن والنصح والإرشاد، فإن لم يستجبنا فيكون الهجر في المضاجع أي في أسرة النوم، وهي طريقة العلاج الثانية، والهجر هنا داخل غرفة النوم. أما واضربوهن فهي ليست بالمدلول الفعلي للضرب باليد أو العصا، لأن الضرب هنا هو المباعدة أو الابتعاد خارج البيت، بيت الزوجية. ومعاني ألفاظ القرآن الكريم تستخلص من القرآن نفسه لما تتبعنا معاني كلمة ضرب في المصحف وفي صحيح لغة العرب، نجدها أنها تعني المفارقة والمباعدة والانفصال والتجاهل، خلافا للمعنى المتداول وهو الضرب. فمثلا الضرب باستعمال عصا يستخدم له لفظ جلد، والضرب على الوجه يستخدم له لفظ لطم، والضرب على القفا صفح، والضرب بقبضة اليد وجز، والضرب بالقدم ركل. وفي المعاجم وكتب اللغة والنحو يقال ضرب الظهر بين القوم أي فرق وباعد بينهم، و ضرب عليهم الحصار أي عزله عن محيطه، وضرب عنقه أي فصلها عن جسده. فالضرب إذن يفيد المباعدة والانفصال والتجاهل. وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تعطي نفس المعنى للضرب أي المباعدة. قال تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. سورة طه، أي افرق لهم بين الماء طريقا. وقال تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. سورة الشعراء 63، أي باعد بين جانبي الماء. وقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، سورة البقرة 273، أي مباعدة وسفر وهجرة إلى أرض الله الواسعة. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، سورة المزمل الآية 20، أي يسافرون ويبتعدون عن ديارهم طلبا للرزق. قال تعالى: وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، سورة الحديد الآية 13، أي فصل بينهم بسور. ويقال في الأمثال: ضرب به عرض الحائط، أي أهمله وأعرض عنه، وذلك المعنى الأخير هو المقصود في الآية. فالمعنى الحقيقي للآية هي الوعظ ثم الهجر في المضجع، أي في نفس سرير الزوجية، فإن لم يجدي ذلك ولم ينفع فهنا الضرب بمعنى المباعدة والهجران والتجاهل. ولدينا كلمات نمارسها أيضا في حياتنا، فيقال: فلان أضرب عن الطعام، أي امتنع عنه وتركه. ويقال: الإضرابات في الجامعات أو العمل، أي ترك الدراسة والعمل أو إهمالهما. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.